حضرتك بتسألي انك تقرأي من المصحف وانت في البيت بقى بشعرك ومثلا لابسه حاجه نص كم ولا حاجه، يجوز. مش اللي قال لك انها لا يجوز، يجوز، لكن الاكمل ان نكون في ستر، ان نكون احط، مش لازم حتى زي ما بتلبسي بره البيت، لكن على الاقل احط طرحه كده، وحتى ان شاء الله تبقى مفتوحه وابقى متستره، يعني خشوعا واحتشاما اثناء العباده، وهي افضل عباده امتي، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: افضل عباده امتي تلاوه القران.